من داخل معرض فرسان التحدي لجامعة أسوان، بيسعدني إن أقدم لكم نموذج الفترة اللي فاتت بدأنا إن إحنا نتابعه بشكل كبير، وهو أبو القاسم الطالب بجامعة أسوان. أبو القاسم، يا ريت تعرفني بنفسك. أهلا وسهلا بيك طبعا أستاذة دعاء، وأنا سعيد جدا إن أنا موجود وإن أنا بصور معاكي وبسجل معاكي. أنا اسمي أبو القاسم أحمد محمد من محافظة أسوان مركز درعا، طبعا طالب في جامعة أسوان كلية آداب قسم إعلام شعبة علاقات عامة في الفرقة الثالثة. أنا طبعا يعني الحمد لله والشكر لله، ربنا وهبني حنجرة جميلة ذهبية مثل ما يقولون عليك، والحمد لله. يعني موهبة الغناء بدأت مع أبو القاسم من إمتى؟ موهبة الغناء بدأت مثلا حصلت معايا مواقف، أصلا موقف كنت أنا صغير، حاضر، موقف إن أنا مثلا كنت يعني طبعا مدرسة النور مكفوفين معروف عنها إن هي مدرسة داخلية وكده، فأنا كنت خلاص هبعد عن اهلي وامي وكده، كنت طالع زي طفل زي اي طفل صغير، كنت طبعا بعيط وكده، فعايز امي عايز امي. اول ما شفت ان في موسيقى لقيت نفسي انجذبت ليها بطريقه غير طبيعيه، ونسيت اصلا نعمتي ونسيت كل حاجه، اتاقلمت على الوضع على طول. بس عرفت ان في موسيقى، عرفت ان في غناء، عجبني الموضوع انطلق الغناء بقى. يعني بدأته من أنا من سني وصغير خالص، اكتشفني والدي، بعد كده اكتشفت في المدرسة على يد أستاذ مصطفى محمود الله يمسيه بالخير، وماشي الحال. برضه خدت فترة برضه إن أنا في حفلات إن أنا أطنشها وكده. كبرنا بقى صرنا ننقل على حياتي. طب ايه اول حاجه لو تفتكر غنيتها فالناس اعجبت بيها وقالت لك ان دي حاجه حلوه؟ بحبك وحشتيني، حسين الجسمي. تمام. ناس كتير كانت بتطلبها مني واغنيها وسجلها وكده يعني. تمام. طيب انت بدات مشوار الغناء من سنه كام تقريبا؟ وانا من سن صغير خالص، ابتدائي، تانية ابتدائي تقريبا. وانا على ما اتذكر تاني ابتدائي كنت انا صغير، ما كانش بيسيبني اصلا مصطفى ولا استاذ مصطفى. طب لو ممكن تقول لنا مقطع بسيط من اغنية بحبك وحشتيني؟ بحبك وانت نور عيني، لو انت مطلع عيني بحبك موت، لفيت قد ايه لفيت ما لقيت غير في حضنك بيت، وبقول لك انا حنيت بعين وصوت، وكأن الوقت بارك واقف ما بيمشيش، وكأنك كنت معايا بعدت وما بعدتيش، في دم حبيبتي وامي وزي ما اكون ما بتلعيش. هل الدراسه اثرت، موهبتك الغنائيه اثرت على دراستك، ولا بتقدر توازن ما بين الاثنين؟ انا بقدر اوازن ما بين الاثنين، بس مؤخرا حسيت ان انا يعني قصرت يعني في الدراسة كده مؤخرا يعني. لكن هتقدر تعوض ده في الفترة اللي جاية؟ ده أكيد إن شاء الله، ربنا يعين إن شاء الله. إزاي بدأت فكرة إنك تروح القاهرة وتنضم لبعض المسابقات؟ والله هو أنا رحت بالصدفة، كان في ظروف في البيت، وأنا رحت أصلا مش عارف إن هيحصل ده كله، فاهمة؟ كله جه كأنه مترتب سبحان الله، بس كله جه بالصدفة. رنوا عليا صحابي كانوا بيتكلموا كده وبيدردشوا على جروبات الواتساب عندي، كانوا بيتكلموا بيقولوا ان في الاوبرا وكده في زي تدريب او في زي اكتشاف مواهب وكده، فانا
حبيت ان انا انضم، بعتوا لي لينك صفحه الفيسبوك بتاعتهم، كلمتهم رسلتهم قالوا لي تمام تعالى بكره كذا 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 الساعه 5 نسمع صوتك ونقرر كده. فرحت يعني الله يمسيه بالخير. طبعا دكتور ميرفت ميرفت فريد يعني هي اللي حفزتني اكتر وهي اللي شجعتني خالص يعني، وحبتني جدا جدا ومسكتني يعني ما سابتنيش. يعني انا كنت فاكر نفسي ان انا اول مره يعني في الاول كده هغني كوره، لقيتها طلباني في صور الواحد اغنيه صور الواحد يعني اول ما دخلت. فالحوار جه بالصدفه بس كانه جه مترتب مش عارف كده. طيب يعني خلينا اقول لك ايه حسيت لما طلعت ودخلت الاوبرا، وحسيت انك انت اخدت حقك اللي بتدور عليه من فتره كبيره، ولا حاسس ان انت لسه عايز حاجات تانيه اكتر واكتر؟ والله هو انا عامه الواحد يقول الحمد لله على كل حال ان انا وصلت لدار الاوبرا، يعني ده شيء يعني شرفني وشيء كبير يعني. اكيد طبعا شيء رائع. يعني برضو الواحد برضو بيحلم ان هو ينجح اكتر واكتر، يعني مش هيفضل ثابت على مكان معين او مثلا على وضع معين او كده، لا بد من التغيير والتقدم. طيب انا عرفت ان انت خدت مركز اول في مسابقه، ايه الوضع ده؟ دي كانت هو انا مش فاكر بس اللي منظمينها بالظبط، بس منظمه البلد ما عباره عن غناء وعزف يعني. بس طبعا كنت غناء معاهم. طب وهي المسابقه دي اصلا؟ اسمها المواهب الذهبيه، كانت منظمها اللي هو جمعيه بلد اليوم متهيألي كده كانوا منظمينها وكده. فكانت تجربه حلوه بصراحه، المهرجان يعني الحفله كانت حلوه والمسابقه كانت حلوه. استضافوك على القناه الاولى وكان في برنامج، حسيت بإيه لما دخلت مجال التلفزيون؟ ده بقى أنا اتفاجئت يعني من الأول خالص كده، اتفاجئت لقيتهم بيكلموني قبلها بيوم بالليل قالوا هتيجي معانا مش عارف ايه وكده، الإذاعة والتلفزيون هنصور في برنامج صباح الخير يا مصر. قلت لهم تمام ما عنديش أي مانع، حاضر تمام، كل شيء جهز وكل شيء اترتب. ورحت حسيت ان انا داخل حسيت ان مش عارف، حسيت ان هو انبساط برضه يعني مش عارف، هو شعور غريب لاول مره بيحصل. لازم ان انت تبقى حاسس ان انت متفاجئ مثلا. وحوار الاذاعه والتلفزيون احنا يعني مجربينه وكده، بس ايه يعني برنامج زي ده اللي هو صباح الخير يا مصر من زمان بتابعه، وبرنامج يعني له وقار ووضعه يعني على التلفزيون القناه الاولى والقنوات اللي يعني دي يعني. مخطط لمشوارك الفني ازاي يا ابو القاسم في المرات الجايه؟ والله انا مش عارف، بس انا هستمر في الاوبرا وهنشوف. انا بصراحه مش عارف يعني اخطط بصراحه، بس انا هبدا تفكير في التخطيط لما اخلص الدراسه. انا الدراسه يعني محكماني شويه، يعني مثلا انا بعد الدراسه هخبط في القاهره عشان هيبقى عندك مجالات اوسع. ايوه وعدم ارتباط برضه بالدراسه وكده. أيوة. طب مين تقول له شكرا؟ يعني مين حاسس ان انت نفسك توصل له كلمه شكرا ووقف معاك بجد؟ طبعا وقف معايا بجد واستمر معايا وشجعني اكتر واكتر والدتي. والدتي اقول لها مثلا انا رايح كذا، تمام يا حبيبي ربنا يوفقك بدعائها طبعا يعني. اكيد طبعا. بدعائها طبعا ربنا يخليها لي يا رب وما يحرمني منها يا رب. وطبعا كل الناس اللي دعمتني من بدايه لما كنت انا صغير في السن، استاذ مصطفى محمود، استاذ محي، الناس اللي جت جديده داليا، الناس دول انا مش فاكر اساميهم بالكامل بس عشان على حسب ما انا اتذكر يعني. طب ممكن تقول لنا مقطع بسيط كده من بما ان احنا ذكرنا والدتك، وطبعا احنا عارفين قد ايه مشوارها معاكم القوي، فممكن تقول لنا مقطع بسيط من ست الحبايب او اي اغنيه للام؟ ماشي حاضر، احنا بنوصلها لها بقى ان شاء الله.
ست الحبايب يا حنين يا حنين وكل الطيب يا ربي يخليك يا أمي يا ربي يخليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيبة وحبيبة زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي العمياني ولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم اداني انا وتسهري وتباتي تفكري وتصحي من الأذان وتيجي تشهري يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيبة وحبيبة. كلمني عن دورك هنا في معمل فرسان التحدي وإن أنت أحد الأشخاص في فرسان التحدي، ف هل الاسم ده فارق معاك؟ وعايز اعرف كده ايه يعني الاجواء معاك في معمل فرسان التحدي؟ والله انا حاسس ان انا يعني لو مؤاخذة حاسس ان انا قصرت بس يعني ايه في موضوع فرسان التحدي، بس ايه ان شاء الله هنرجع والموضوع يعني الموضوع حلو ويهمني جدا، كان وما زال يهمني بصراحة. اسم جميل بالنسبة للاسم والناس اللي فيه، طبعا الناس كلها متعاونة والناس كلها كويسة، يعني ربنا يخليهم يعني ويقدرهم يعني طبعا ان هم يعملوا خير اكتر يعني كده، ويوصلونا برضو احنا كذوي اعاقه بصريه او ذوي الهمم كلنا كده على بعضنا، احنا مش يعني مش هنستثني حد خالص، وان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا يعني. ابو القاسم انا كنت مبسوطه جدا جدا بلقائي معاك، وان شاء الله دايما نفتخر بيك وتكون نموذج مشرف لاسوان ولجامعه اسوان. ابو القاسم انا عايزاك كده نختم معاك، ودي هتبقى ماسك الختام بمقطع بسيط لسلم عشرة. حاضر ماشي. طبعا انا في الاول انا عايز اشكر طبعا برضو باقي الناس اللي وقفت معايا في دار الاوبرا وفي مركز تنميه المواهب بدار الاوبرا، عايز انا اشكر الدكتور ميرفت وكل من ساهم معاها يعني كل الناس اللي شغاله معاها متطوعين، ويعني بحب اشكرهم كلهم يعني بصراحه، واصحاب الكورال وكده انا اتعرفت عليهم جديد، يعني شخصيات جميله ومحترمه جدا انا اتعرفت عليهم، وربنا يقدرنا طبعا على خير الخير كلنا، وان شاء الله ايه ربنا يكرمنا بالتوفيق. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، عمرك كان تمن الحرية لكن بلدك مش ناسياك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، عمرك كان تمن الحرية لكن بلدك مش ناسياك، وشك متزهوى بالضي وامك صبرها انك حي، وحياتك في وراك اخواتك ارتاح انت وحقك جاي، وشك متزهوى بالضي وامك صبرها انك حي، وحياتك في وراك اخواتك ارتاح انت وحقك جاي، ارتاح انت وحقك جاي، اللي حصل ده ثواب عظيم والليله شهاده وتكريم، اللي حصل ده ثواب عظيم والليله شهاده وتكريم، بص على السما بتزغرطلك وملايكة فرحك معزي، وشك متزهوى بالضي
جاي ارتاح انت وحقك ابو القاسم. طبعا انا حابه اشكرك جدا، وانا عارفه ان انتوا طبعا يوم السبت معاكم مسابقه تبع اسبوع الجامعات هتشارك بكره جرس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقكم جدا جدا. وطبعا خليني برضو في النهايه اشكر احمد اسعد عشان ساعدنا في موضوع التصوير. كنت معاكم دعاء السبع من داخل معمل فرسان التحدي بجامعه اسوان. اشوفكم على خير في لقاءات اخرى. الى اللقاء.